في كل عام وفي كل شهر بل وفي كل يوم تجدهن على أبواب هذه السجون يقفن على أمل عودة أبنائهن، لكن هذا الأمل وهذا الانتظار الطويل لا يتكلل بالنجاح أو حتى بنظرة من مسافة بعيدة لوجوه أبنائهن المختطفين. فالجهة التي تعتقل ليست بجهة رسمية أو تحمل صفة قانونية، بل هي جماعة مسلحة وجدت نفسها بعد انقلابها مسيطرة على كل المؤسسات العسكرية والمدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. في آخر التطورات الخطيرة لملف المعتقلين، توفي المخفي في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء محمد غراب، وقالت مصادر حقوقية إن الميليشيا أبلغت أسرة المعتقل غراب بالمجيء لاستلام جثته بعد وفاته في سجون الأمن السياسي بصنعاء. وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من حوادث مماثلة أدت إلى وفاة عدد من المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الحوثي بسبب التعذيب. في الحديدة جددت رابطة أمهات المختطفين مناشدتها المنظمات الحقوقية والإنسانية والمبعوث الأممي بالتدخل لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا. جاءت هذه المناشدات خلال وقفة نفذت في المحافظة احتجاجا على استمرار الميليشيا باختطاف أبنائهن وأقاربهن الذين يتعرضون لشتى أنواع العذاب والإهمال الصحي والتصفية الجسدية وفقا لما ذكره بيان الرابطة. في الأثناء ذاتها أقامت رابطة أمهات المختطفين في محافظة مأرب جلسة استماع لعدد من المعتقلين المفرج عنهم من سجون الميليشيا، وتحدث المفرجون عنهم عن أساليب القمع والتعذيب النفسي والجسدي الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين. مناشدات عديدة للضمير الإنساني بسرعة التدخل للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا، غير أن هذه المناشدات تقف وحيدة دون مساندة أمام انتهاكات تحدث في السجون دون أن يكون لهذا العالم دور في إيقافها.